أسست على هذا الأساس، في شراكة، في قصة تنسيق مع باقي الشركات اللي موجودة. بونسوار. أهلين. شو اللي عم يصير هون؟ شو في أمير؟ شو القصة؟ ولا شي، سلامتك. عم بسألك شو اللي عم يصير هون؟ ما عم يصير شي حبيبي، شبه؟ لا ولا شي ولا شي. لو ما تضو جاب عيونكم أنتو الجوز وانتبهتوا إني أجيت كنتوا كملتوا. ليك صراحة أبداً ماني مستعدة أسمع هيك تفاهات بآخر الليل، أوكي؟ فيك تشوف شغلك معه؟ صباح الخير. يلا لشوف، ورجيني كيف بدك تشوف شغلك معي. يلا. أمير. أنت أكيد رح تتضايقي لأني أنا فعلاً غليظ أجيت بهالوقت، أنا حاسس فيك كتير. طبعاً مو معقول ما غلظني، كيف فوت بهالوقت؟ بس أكيد. بس أمير. هات لشوف، يلا. ورجيني كيف بدك تشوف شغلك معي. شو مشكلتك أنت؟ أنت احكي لي شو اللي عم يصير. في شيء أمير؟ ما في شيء شبه؟ اشرح لي شو يلي كان عم بيصير. عم بحاكيك بالعربي. شو هاد اللي شفته انا؟ شو هاد؟ شو بيسموه؟ ليش معصب؟ معصب؟ هيك معصب، عندي اسباب كتير تخليني اعصب. اشرح لي اذا بتريد شو اللي كان عم بيصير. داخل علينا حلو هيك داخل، رح اشرح لك. اشرح لي شو اللي عم بيصير، عم بحاكيك جاوبني. قلها لميرا عن الشركه، كيف بابا اسس الشركه، كيف انبنت. انتوا عاده هيك بتقعدوا مع بعض، الواحد لما بيشرح عن تاريخ الشركه هيك بتهربوا اي حدا بتشرح له بهالطريقه هاي. شو شايفني ولا صغير قدامك؟ روحوا حبيبي اقعدوا لكم على شي شط بحر، يعني زبطوا اموركم. ما حلوه هون، ضيقه القصه، ما ترتاحوا. ما ببال شو عليك، ما ببال. ما في كنترول ولو؟ شو دخل كنترول؟ قلت لي ما في شيء. انت عم تلبس وحده جاي عم تقلنا اختنا وما اختنا وورثه. شو هالبل؟ عيب عليك. يلا صوتك اميرة. ها ميمو. نور. شو الا اذا ما في شيء ولا عادي؟ ميمو ست حلاك. شو في؟ ما في شيء حبيبتي. كيف ما في شيء؟ شو بك امير؟ شكلكم خناقين. ولا شيء ولا شيء، اخوات بيتخانقوا مع بعض. بالضبط. انا كنت افكر انه المرسيدس اخذها الاستاذ امير، طلع مو هو اللي اخذها. اي مزبوط. نحنا ممكن نقتل قتيل كرمال مرسيدس ولو. نور، انا لا بلف بدور ولا بعرف كذب، بعدين انا وفي وبعجبك. تصبحوا على خير. شو قيله هالقد معصب؟ ما قلت له شيء، كل شيء براس الزلمه غلط، يعني موتره موضوع اني عم حاول اوصل لحل مع ميرا. طيب وقدرت توصل لشي معه؟ ابدا. ميمو هذا موضوع بده شغل كثير، بده شغل منيح فعلا مع ميرا، بده شغل. ليش انت هيك معصب؟ ما بدها لقى التعصيب. كل التعصيب لانه اليوم كلياته ما له ظابط معي، وكمان اجت كملت معي باني اجيت ما لقيت المرسيدس هون، مدري مين اخذها. كنت رح جن.